كي تعرف خطورة الشعر، تذكر أن بيتا في قصيدة ملحمية كان سببا في إبادة جيش الإمبراطورية البرتغالية عام 1578 للميلاد، والقوات المتجحلفة معه عن بكرة أبيها، وقتل إمبراطورها وسقوطها واحتلال البرتغال من الإسبان لما يزيد على 90 سنة. كان ذلك يوم صدق الإمبراطور سيباستيان الأول شاعره العظيم لويس دي كاموس في ملحمته الرائعة حقا المسماة لوسياديس، التي خلد فيها رحلات رحال البرتغال الأشهر فاسكو دي جاما، والتي حتى هو على تدمير أسوار المغرب الأقصى حتى لا يعود منطلقا لأندلس جديد. ولأن الإمبراطور الشاب كان متعصبا دينيا، صدق ما جاء في القصيدة وجهز لحملة صليبية بقيادته، ومدد ملوك أوروبا وباب الفاتيكان وقتها، فجمع أزيد من 28,000 مقاتل، وأخذ معه كل عائلته الإمبراطورية. وفي وادي المخازن واجه الشريف أبا مروان عبد الملك السعدي الحسني سلطان السعديين بالقصر الكبير الذي استشهد في المعركة، لكن حنكته العسكرية أبادت جيش الصليبيين وإمبراطورهم وكل أمرائهم، ولم يعد من تلك الآلاف المؤلفة سوى 100 مقاتل فقط. قتل في المعركة 3 ملوك، لذا سميت بمعركة الملوك 3 أو معركة وادي المخازن. فتأملوا خطورة الشعر وما له من أثر سياسي هائل في تاريخ الأمم. ورحم الله شاعرنا يوم قال: فالشعر أجج 1000 نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدعوا.